بس ما الحج له شروط، وله أركان وله واجبات. شروط الحج يجب الحج على المسلم، اما الكافر فلا يجب على الحج. اول ما يخاطب الكافر يخاطب بشهادته، العاقب خرج بهذا المجنون، والمجنون لا يجب عليه. كذلك البلوغ فلا يجب الحج على الصغير، لكن ان حج فله اجر، ولكن لا يجزي عن حجة الاسلام. ثم الحرية خرج بها الرقيق. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في الرقيق. العموم طالما الان لا وجد عندنا، اذا وجد يفتهم العلماء. ثم بعد هذا الاستطاعة. الاستطاعة تختلف باختلاف الوعد والربع منها. ان بعض الناس يقولون الاستطاعة انها على ما كان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقت الزاد والراحل. الان اختلف هنا الان في هذه الأزمنة، الاستطاعة الحصول على التأخيرة والقدرة على دفع تكاليف السفر من تذكرة وأجرة فندق وما إلى ذلك. هل الدين يمنع من الحج؟ نعم، من يأتينا يبقى مع الشرط الأخير، وجود محرم للمرأة إن احتاجت إلى السفر، وإن لم تحتاج فتخرج. إذا كانت مثلا المرأة تخرج إلى الحج لأنها لا تحتاج إلى السفر، أصلا فلا تحتاج إلى محرم.